تتضاعف عظمة الحسين في الأرض كل عام، أما في السماوات فلا نعرف كم تتضاعف عظمته هنا. حقاً لقد تجاوزت ثورة الحسين جميع الحدود، ما نعرفها وما لا نعرف. عندما تقف مع الحسين في جبهته تشعر أن الكون ورب الكون وكل ما خلق ربنا عز وجل يقف معك، وعندما تنفصل عن الحسين تشعر كأنك وحدك في صحراء ليس معك أحد، اللهم إلا إبليس. لقد حول الحسين عليه السلام بشهادته، حول الموت إلى جوهر من الحياة. رفض الحسين عليه السلام البيعة لباطل يزيد، فبايعه الحق سلطانا على جميع البشر. بعض الذين بايعوا الحسين خانوه، وكانوا بالطبع على باطل، وكان الحسين على الحق، فبايعه الزمان وبايعه المكان وبايعته الشمس وبايعه القمر والنجوم والسماوات جميعا ولم يخونه. بينما كانت سنابك خيل العدو تدوس على جسد الحسين، كانت عزته تسمو على كل ما في السماوات من شموخ. التربة التي سقط عليها دم الحسين، هذه التربة تحولت إلى سماء تعلو على كل شيء ولا يعلو عليها شيء. كانت الجنة يوم عاشوراء تقترب هي إلى الحسين كلما كان يقترب الحسين إلى الموت، فقد أزلفت إليه على وعد باريها، وأزلفت الجنة للمتقين. لم يطلب الحسين عليه السلام الماء يوم عاشوراء لكي يرتوي ويستريح ويعيش ساعات أخرى في هذه الحياة، وإنما طلب الماء لكي يزداد قوة في مواجهة الطاغوت وجلاوزته، ولكي تكون حجته يوم القيامة أقوى على عدوه. وعلمنا بذلك أن نطالب بحقنا في الحياة وحقنا في الوجود وحقنا في الطعام والماء والمسكن والملبس، فهذه حاجات البشر ولا بد من أن يحصل عليها كل أحد في هذه الحياة، ومن رفض أن يعطيها لك فهو ظالم غاصب، ومن حقك أن تقاتله.